وما ادري وش اسوي، ما يثمر في هالجروب الداج. والله اني جاي انا عدي، من يوم اصبحت وانا عدي ما وقفت. عدي يعني اركض، ما ادري بعضكم يمكن ما يفهمه، بس اغلب الاغلبيه اللي عندنا حولنا يعرفونها عدي. ابى بعد جبت واحده ثانيه اقوى منها بدني، علشان انجز واخلص واسوي واجهز. ما الواحد طال عمرك يسوي اللي يقدر، وانا ما الله اعرفه. لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، اهمل ندجهم شيخهم ثم عاني بلشت فيهم. لكن الله يسر الامر ان شاء الله ويزين الامور. وها فرست عمري، قلت سويت حطيت شلت زبطت لهم الجلسه زبطت. تبني اعلمكم يرضون ولا يرضون؟ والله ما معهم غير هذه، حيل الله اقوى عاد. اللي علي سويته، واللي اقدر سويته، واللي ما اقدره لا يكلف الله نفسا الا وسعها. القعود هذا عقبني ما خليني اصور، خرط على الناقه جننها. لك بالصلاح ان شاء الله. العلم سلامتكم. اللوكيشن انا مضبطه لهم اول شيء، واهم شيء عندي الاطلاله. الاطلاله زي ما تشوفون على الوايت والشبك. والله هي ان شاء الله هي يعني. ثم عمود هذا اللي يشغلني، مغرق لانها مايل على جنب جنني تجني. ثم هالطليه الحلوه اللبانيه المعلق. ثم شوفت عينكم النار مطعوعه والخيمه والعلوم الزانه. واصبر يا ابن الحلال لا تدق الحين وانا اصور هلك شوي لان خاص من التصوير. ثم عاد اهم شيء عندي انا بقعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. بيض الله وجهك يا ابو حشر. وجهك انا ذخرينك الامور هذه. انا والله من طيبك يا ابو حشر. ما شاء الله تبارك الرحمن. اجلسك الزينه والمكان الزين. والله العظيم. اي والله بيض الله وجهك. اقلط اقلط يا سعيد. انا وين اقلط؟ اقلط اقلط عند النار. انا بس اسيبكم العشاء اليوم. انا اطبخ لكم. لا يا سعيد. يا سعيد تكفى. ها طبخك وجعني في بطني هكذا النهار فكني من التبخ. لا والله بزبطك بطبخ زين. اللي تبيه انت يا ابو حشر تم. تم مره. مالك مثل اللي يقول العوار في ديره العميان باشا. انا باشا. اما غير انت. انا باشا. ما وراك غير الدم. انتم كلكم عميان في الطبخ. غازي ومخلد وبخطي. اطبخ اطبخ يا سيد. ما عندك احد اطبخ. بسم الله. الذبيحه عندك تصرف على كيفك. بسم الله. ثم الجيش هلي ترد الروح. انا قاعد اشرح لهم. ثم الجيب. ثم المراكي. ثم الددسن لا تنساها. اسمها الددسن لا تنساها حقت سعيد. والله راحت يا ولد ب 23. هذا 20,000؟ اي. لا والله. ها. ابوي يقول لك ذبيحه غير فوق ال 50,000. ما تذوق فيها 50,000 لو معها واحده ثانيه. الشيء اللي انا احبه شفتوا كيف؟ شوفون هذا علاج. ثم المعمول. ثم التمر السكري حق. حي جعني والله ما ذوق حركي والله. يزق الخشمك سقنا. النار تشعم والمعاميل فوقها. راعي الوظيفه يرتاح. وش هذا؟ وش هذا؟ حق الجمر نسيته. الله يعطيك عافية الغال هذه وانا اخوك. والله ان وضعك رايح فيها امر الله يسر امرك. ادن ادن خلنا اعوذكم ان شاء الله في الجايات. الله اكبر. مرحبا يا ذكر الله الطيب. مرحبا يا ذكر الله الطيب. الله اكبر. الله حيا على الصلاة. ابن وبهار وانت علاك تقوم وتشبهالي. في قصر يوم ظل العش حار. لابدنا من غيب سمر الليالي. لابد من يوم بهالقصر ينهار ولا نموت ويصبح القصر خالي. وتبقى المنيا يبقى على طول الاعمار وانا نزل غاري وحلرت حالي. مرت على غاري ترديد وامرار لك ما مرت علي هالحال. يلا تغفر جلتي وانت غفار بحسن جلالك يا عزيز الجلالي. يا من شمل عطفك ولطفك هل الغار. يا من رست بمرك رواس الجبال. يا الخالق الباري ويا نافع مبار. يا وارث الدنيا على كتكالي. ما كل له من ليالي وسرار ولا دامت الدنيا ببسط وعدالي. يوم لها قبار ويوم لها دبار. كم فرقت ما بين غالي وغالي. ولي ادبرت عجل فلكها لا دارت الدرج بدرة جرشا. للمحالي يوم سقت من واحد كاس الامرار. وكم عاش فيها من شباب وزالي. وكم عاش فيها من طويلين الاشبار. فوارس الهيجة زحول الرجالي. اليوم ما منهم على الحزم ديار. هذه منازل مخليا تلالي. ما كانهم كانوا ولا صار ما صار. راحوا هب من منثور حدر الرمال يحطوا لهم فيها عقارات وامداره ودامره وعظام اهلها. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله بالخير. يا هلا والله ومسهلا. مرحبا. تفضل تفضل. نعم والله يا ابو عمر. يا مرحبا جايين معنا. مرحبا يا مرحبا. عشان ناكت. مرحبا. ايش تبي يا ابو عمر؟ يا مرحبا. لا تحجني يا مرحبا. يا ولد اشغلنا بناقه عندي واحده واشغلنا انا بنحطها رحول ولا عطرت 5,000 وتركوا. ازعجتنا بالناقه. ناقتك ترى ما تشكل 1%. ابو حشر جيناكم مشاركين ومباركين.
لا لا يا ابو ناصر ما مشاركين يا رجال احنا خلصنا فكره منك بس احنا خلصنا احنا في البر ما عندنا احد هلخله ما في احد غير احنا يا رجال حسد اني انا بروح شارع العزاء يا ابو ناصر نمران اليوم مستبشره ونمران اليوم منوره والله العظيم بوجودكم عندي ابو حشا مرحبا تسلم تسلمون تسلمون تفضل بسم الله يا مرحبا انا ماني عارف انت رايح شد مع الشباب ترى تشد انت راح اتفضل اتفضل ايش فيك خفت عرض بنيانك ايش فيك خفت يا ولد انا شريك هنا انا راعي الكاميرات موجوده هنا عندي ناس في الاندر وناس تقال بالنيران فالخلا صاحين انتم ولا مجنن ارزاق ابو غاز اي والله ارزاق والله يعطي من يشاء في ناس يروحون لندن وفي ناس يقلبون النيران وفي ناس ما فيهم غير ترام ارزاق ودني احفظ نعيش مدري ما نعيش ورزقي على ضمانة الله ما هو على ضمانتي يا الله يا ربي وظيفة لو تجي في ابو عريش ولا تزودني على طول 2 سنتي ابو غازي احنا عند النياق ها تحت الكباري انكم كيف احنا عند النياق ابى احاول اني ما اسمعك لان غازي موصيني عليك والله لا امسح بكرامتك التراب هذا يلا حيوا يلا حي يلا حي هلا يا بالمه هلا بالرجل الخفي ما صورت كواليس من غاز الذيابي ليه هو عاد اكو مطرود مره مع المام يلا حيهم يلا حيهم لا تعبتوا رحب رحب بالاجناب حي الله البناي يا مرحبا يا مرحبا ابو حشر عرض النياقه حقتي هنا وشيل نياقك هنا النياقه حقتي الجميله والحامل والشغل عرضها بصص ما يدري خلنا بصمها الحين رتبت الجلسه اول شيء زبطت زبطت الامور علمته بالناقه انها ضايعه لا ما ناقتك ضايعه يا ابو نعم يا اخويا والله عارف ما غلق لها الحين يا ولد لا بن فله انا بن استانس الله يحييك ابو ناصر اعتبره محل محلك ابو ناصر الحين جاي عندك ولا جاي عند ابو حشر؟ انا رايح الحلال اعوذ بالله من جد ضايعه لا تخليني ابكي يا ولد تكفى تكفى